يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتور عبد النبي العطار حياك الله معانا. مساكم الله بالخير، حياكم الله. الله يحييك ان شاء الله دكتور. دكتور حضرتك استشاري في امراض الباطنيه وايضا رئيس وحده الغدد الصماء والسكر في مستشفى الاميري. دكتور ما شاء الله عليك خبره كبيره في التخصص الجميل هذا. دكتور يمكن في الفتره الاخيره كنا نسمع الكثير عن مرض السكري او مرض السكري من النوع الاول او من النوع الثاني. دكتور ابي اخلي لك المايك، كلمني عن مرض السكري. تمام. مرض السكر في الواقع هو عنوان عريض لمجموعه امراض السكر تتعلق بالسكر. عندنا السكر النوع الاول، عندنا السكر النوع الثاني، عندنا سكر الحمل، وعندنا نوع اخر من السكر مرتبط ببعض الادويه مثلا والحالات المرضيه. نعم. وان كان نادر 95% من مرضى السكر عادة يكون من النوع الثاني. 5% ل 10% يعتمد وين المكان اللي انت فيه يكون مرضى السكر من النوع الاول. نعم. السكر وحقيقه السكر النوع الثاني يفترق عن النوع الاول. النوع الثاني اللي هو الاكثر شيوعا. نعم. مرتبط بمقاومه الجسم لعمل الانسولين. معنى شنو؟ معناته ان الجسم فيه انسولين اللي هو طبعا يتعامل مع السكر، ولكن الجسم مو قادر يتعامل معه بصوره جيده بحيث انه يسيطر على ارتفاعات السكر. ممتاز دكتور. هذه هالاسباب مثلا خلل في الجهاز المناعي ولا شنو المشكله بالضبط اللي ما يقدر الجسم يستقبل هذا الانسولين؟ شوف المشكله متعدده الجوانب. مرض السكر النوع الثاني عنده مشكله في مقاومه الجسم لعمل الانسولين. نعم. عنده قلة في إنتاج الإنسولين نسبياً بالنسبة لاحتياجاته. نعم. بس أيضاً أكو عوامل أخرى مرتبطة بمرض السكر هذا. مثلاً عندنا فرضاً عنده أكو هرمون يفرزه الأمعاء الدقيقة. نعم. اللي هم مجموعة اثنين اسمه إنكريتينز، هذا إنتاجهم إما قليل أو غير فعال. الكلى عنده وين كانت تشتغل زين ما فيها شيء، ولكن قدرتها على افراز السكر وطرده من الجسم. نعم. تكون محدوده، بل في الواقع الجسم قاعد يمتص السكر. نعم. من البول لسبب غير معروف، وان كانت الكلى سليمه بحد ذاتها. نعم. عندنا مشكله في الكبد. الكبد مخزن الجلايكوجين. صحيح. اللي هو السكر احد وظائفه طبعا. لسبب ما يقوم السكر وين الكبد وين كان سليم. نعم. ولكن يفرز كميات هائله من السكر الجسم مو محتاج لها. فالنتيجه الحتمية ان يرتفع السكر عند الجسم. عندنا مشكله ايضا في الاكل طبعا، في النهايه الاكل يرفع السكر. نعم. عامل مهم ولكن ليس الاهم. والان يوم عن يوم نكتشف امور اخرى تتعلق بالسكر، المخ له دور في السكر، العضلات لها دور في السكر، الجسم كله. فخلاصه كلام السكر من النوع الثاني قضيته اعقد من قضيه ان الجسم ما عاد يفرز انسولين. نعم. بينما لو ننظر حق السكر من النوع الاول، المشكله الاساسيه هي مرض مناعي بالدرجه الاولى. نعم. لسبب ما خلايا بيت الموجوده في البنكرياس اللي المفروض انها تفرز سكر انسولين عند الحاجه، لسبب ما عادت تفرز الكميه المطلوبه او ما عادت تفرز بالمره. نعم. في اجسام مضاده تهاجمها، وبالتالي الخلايا هذه ما عادت تشتغل بالزمانات، وعاده يحوش صغار السن بس مو دائما. بينما السكر النوع الثاني، وهذه المشكله الحقيقيه. نعم. عاده يحوش كبار السن. في الاونه الاخيره قلنا نشوف اطفال ومراهقين يحوشهم سكر النوع الثاني اللي كان المفروض يحوش ابائهم او اجدادهم. ممتاز. نتيجه تغيرات في نمط الحياه. الدكتور انا هذه النقطه وايد مهمه عندي، اللي هي الارقام قامت تتغير بالنسبه لاصابه مرضى السكري بالنسبه حق الشباب المراهقين او حتى الاطفال. راح نتكلم عن هذه النقطه بشكل مفصل اكثر، وخصوصا علاقتها في الناحيه الرياضيه، لكن بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيق مع الدكتور عبد النبي العطار.
يا هلا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل دكتور عبد النبي عطار. قبل شوي بينت لي نقاط وايد مهمة، أهمها أن في أرقام متزايدة. كان المفروض أن هذا النوع من السكري كان دائما يعني مرتبط ارتباط كبير مع فئة كبار السن، لكن في الوقت الحالي قمنا نشوف أنه لا، قام ينزل إلى شباب المراهقين أو حتى إلى فئة الأطفال. دكتور كلمني عن هذه النقطة اللي تعتبر جديدة على مجتمعاتنا. الحقيقة أكو ارتباط ما بين السكر من نوع ثاني ونمط المعيشة والحياة. لايف ستايل. أضربكم مثال، في هنود البيمة في أمريكا اللي هي جنوب كندا وشمال أمريكا أعتقد، كانوا إلى عصر قريب، العهد قريب، ما كانوا يعرفون شيء اسمه سكر. طلع عندهم نفط. وتغير نمط الحياة عندهم، ويات الفاست فودز والسيارات والتلفزيونات. الآن من كل اثنين أكو واحد فيه سكر. واو. السكر موجود عبر الدهور. الكويت كان موجود، والكويتي هو كويتي وجيناته ما تغيرت عبر 100 سنة. ولكن كان قبل، أضرب مثال، كان إحنا بيتنا قبل بالشرق هني يمس مخفر الشرق، ويد الله يرحمه عنده دكان في سوق البوالطو، سوق القرابلي، كان يروح بس يرجع مشي حركة، يعني رياضة، شغله مو رياضة. صحيح. يعني صحيح، ما كان يحوش السكر. ليش؟ كان يمارس الرياضة. اليوم ما عاد الفرد بصورة عامة، خلينا نتكلم عن الكويتيين بالذات، ما عاد يمارس الرياضة أو ما عاد يمشي. تشوف مر أي جمعية الحين تشوفه يصفط سيارته أقرب مكان، يمس، مع أنه موقف فاضي. صحيح. شو معناته؟ معناته صار عندنا موس كسل، ثقافة كسل. صحيح. هذا واحد. بعدين الكمية السعرات الحرارية اللي قاعد نتناولها يوميا زادت عن اللزوم. قام الإنسان يأكل مو لأنه يوعان، لا، بتسلى. مع أنه السابق كنا نتريق ونتقدم وتعشى، ما كان في مجاعة، صارت وسيلة للرفاهية، هي المطاعم. صحيح. يعني انت متقدم متريق وشوف بالنص قتو مش عارف معجنات وهذا الحال. فبالتالي اليوم اسمن شعب على وجه الكره الارضيه للاسف الشديد الكويتيين. هذا احصائيات يسمونها. نسبه الاصابه بالسكر في الكويت تقريبا قربت من 25%، يعني من كل اربع اكو كويتي، واتكلم عن الكويتي وليس الوافدين المحترمين اللي معانا، من كل اربع اكو كويتي في سكر. وهذه نسبة خطيرة، شيء ما نفتخر فيه طبعا. دكتور عالميا او خليجيا شنو مرتبة الكويت في اصابة في امراض السكر؟ احنا من 20 سنة، احنا تقريبا دول الخليج الستة تقريبا، ما طلعنا من اول 10 دول التي تكثر فيها نسبة الاصابة بالسكر. والكويت بالذات يا رقم 2 يا 4 يا 5 يا وهذا شيء يعكس شيء، قضية جدا مهمة، بأن تفشي السكر في البلد بات مرتبط ايضا بسوء استخدام نعم الله عز وجل، للأسف الشديد. صحيح. طبعا وهذا طبعا نمط معيشي متشابه في دول الخليج. صحيح. وبالتالي هذا معناته ان صحيح مستوى الوعي، وهذا شهاده لله، تزايد عندنا. يعني لما نقارن اليوم وعي الكويتي بقضيه السكر، قضيه صحيه ككل، الان لا، الكيرف انا دكتور سبحان الله، يعني كل ما تجي نقطه ببالي انت قاعد تسبقني فيها ما شاء الله عليك. دكتور انا كنت قاعد اربط هذه النقطه، ان قاعد نشوف الفتره الاخيره ان الثقافه من ناحيه الغذائيه، من ناحيه الرياضه والذهاب الى الجيم، صارت منتشره في كل الفئات، الصغار، الشباب المراهقين، ايضا كبار السن. وهذا يعني صار واضح اننا حتى في فتره كورونا، الساعتين اللي اعطونا اياها الحكومه، كنا نشوف اسر كامله تمارس الرياضه. فهل بعد الوضوح ان في ثقافه من ناحيه الغذائيه والرياضية، هل ما زالت هذه الأرقام بالكويت، كونك أنت رئيس الوحدة قاعد تشوفها، ما نزلت عندنا بالكويت؟ شوف، لا، كنسبة إصابة أو كنسبة انتشار، خليكم نعم، واضح، للأسف ما قل، ولكن في المقابل صار في وعي أكثر. نبي نترجم هالوعي هذا إلى شيء عملي. نعم. أرقام. نعم. أرقام عملية. للأسف الشديد لا زال السمنة منتشرة. صحيح. أنت شوف نص الليل من يدور بالشوارع. صحيح. الحرامية ومالت الطلبات. صحيح. صحيح. فالحين الآن المطلوب شنو؟ المطلوب الآن نترجم هذا الوعي وهذه المعلومة والمعرفة بالسكر وخطورته إلى ممارسة عملية. نعم. وهذا لازم يبدأ من الصغر، لأن من الصعب أنت لما تسكر الباب على الاسطبل، يعني باب المثال، عقب ما تنحاش الحصة ما سويت شيء. صحيح. فالبداية لازم تكون صحيحة من البداية. من الصغر المطلوب الآن، وهذا حقيقة يعني الأسرة ومسؤولية الأم، مسؤولية الأب، مثل ما يطمحون أن عيالهم بناتهم يدرسون من أفضل دراسيا واجتماعيا واقتصاديا، توعية، فكر في صحية. صحيح. يعني المطلوب ترى طبيا، مرض السكر نوع ثاني قابل للوقاية على الفكرة. صحيح.
مشي نص ساعة يوميا 5 أيام بالأسبوع، كثرة تناول الألياف 25 جرام فما فوق، وإنقاص الوزن 7% يقي من الإصابة بالسكر بنسبة 58%. هذه الدراسات الأمريكية، الهندية، الصينية، الفنلندية أثبتت الشيء هذا. تصور الناس مطلوب منك تمشي 150 دقيقة بالأسبوع، للأسف الشديد صحيح. يعني فهذا الوضع، إذن لازم نترجم وعينا وثقافتنا إلى واقع عملي. نعم دكتور عبد الغني بالعطار، أنا أشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.